السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم، معكم محمد زيد ومرحبا بكم في درس جديد في سلسلة باوربوينت بالعربي. في السلسلة هذه سبق وشرحنا ان حنتعرفوا على كيف نستخدم البرنامج من الاساسيات والبدايات حتى نوصل لمستوى متقدم ان شاء الله. في درس اليوم حنتعرفوا على قائمة اضافة في البرنامج، اي شنو متوفر فيها او كيف نقدر نستخدمها. في الدرس الماضي احنا سبق قدوانا ان على القوائم بشكل عام، وحتلقوا لاي شخص ما شاهدش الفيديو السابق او الفيديو اللي قبله او الفيديوهات المعنيه بالشيء هذا حتلقوا رابط خاص بها في صندوق الوصف اسفل الفيديو. وسبق قدوانا ان مثلا كل قائمه وهي شنو شغلها. فحاليا حنتعرف على قائمه اضافه اللي سبق وتعرفنا ان هي بشكل اساسي تخدم على ان نضيف حاجات جديده للسلايدز او للبيجز او للصفحات اللي احنا حاليا قاعدين نصمم فيها. فحنبدأ واحدة واحدة من قائمة إضافة أو insert بالإنجليزي. أول شيء حيكون عندنا هو new slide اللي هو نقدر نوصله له من الاختصارات بكنترول وحرف الام. الايكون أو الأيقونة هذه تقدر توصلنا إن إحنا نضيفه slide جديد. يعني إحنا حاليا عندنا 2 بس من new slide، نقدر نضيفه واحد ثالث بالشكلية هذه أو بأي شكلية إحنا نبغى نختارها. وسبق وتعرفنا في home إن إحنا نقدر نغير اللايوت مثلا، وإحنا عندنا هذا نبغى نغيروه اللي هو من غير ما نحذفه هذا ونضيفه هذا، نقدر نوصل لشيء هذا من هوم، ولاي شخص ما عرفش كيف يقدر يوصل يشوف الفيديو اللي قبله. ثاني حاجه عندنا هي تيبل، اين نقدر نضيفه جداول بمساحات ومقاييس معينه. وبمجرد ما نضيفوها حيعطينا امكانيه ان احنا مثلا نعدلوهم بشكل مباشر، الالوان الخاصه بيهم، الشيدنج بتاعهم، الاطار مثلا نديره لمن فوق بس او من اللوطة بس او من اليمين بس او من اليسار بس وغيرها، وحنشوفه هذا في اكثر في دروس قادمه. بس ايه نقدر نضيفه جداول بالمقاييس والاحجام اللي احنا نبوها، سواء من الرسم او بانسرت تيبل بمقاييس طول يعني عدد صفوف عدد اعمده احنا نديروها، او نختاره من الخيارات الموجوده هنا. الحاجه اللي بعدها هي صوره، شيء جلي وواضح ان بمجرد ما نضغط عليها حيقول لي اما اختار صوره من النت، اما فعليا في الخيار هذا حيقول لي اختار صوره من الجهاز، لكن الخيار اللي بعد اللي هو اونلاين بيكتشرز بمجرد ما نضغط عليه المفروض ان نكون انا رابط بالنت حتى يعطيني تكست بوكس او صندوق نص نكتب فيه لينك او رابط او اسم لاي صوره حتى يعطيهم لي ونختار صوره من الصور الموجودات. يعني هذه صوره من الجهاز، اونلاين بيكتشرز صوره من النت. بالنسبه للسكرين شوتس فحيعطيك سكرين شوتس اللي انت موجودين عندك في الجهاز، واذا حاليا نبي ناخذ اي حاجه نقدر ندير سكرين كلايبنج، هيفتح لي نقدر نحدد اي شيء وهيعطيه لي هو كسكرين شوت. يعني مش محتاج تمشي تدير سكرين شوت وتدير لها كوبي وتجي تحطها في الباوربوينت، هو موفر لك الميزه هذه طول. فوتو البوم هو ان نضيف مجموعه صور او صور من البوم، او يعني زي ما قال لك تنشا برزنتيشن جميل بالصور اللي انت حابها ككولكشن او كالبوم. الخيار اللي بعده هو الشيبس، واحنا تعرفنا عليه شويه في الدرس في احد الدروس الماضيه، هو ان هو البرنامج موفرنا عدد جدا كبير من الاشكال، مثلا مثلث، دائره، نقدر نستخدمهم لاي اسباب، ممكن تصميميه او توضيحيه، اي سبب اني مختارها. وحنتعرف ان شاء الله في الدروس القادمه كيف نصنع احنا اشكال مش من الاشكال اللي موجوده هنا، اشكال غير موجوده احنا حابين نصنعها. الخيار اللي بعده هو سمارت ارت، يعني حاجات التوضيحيه بشكل اولي نقدر نستخدمها حتى نخلي البرزنتيشن بتاعنا واضح. يعني ديما البرزنتيشن يكون فيه اشكال توضيحيه او صور او فيديوهات يكون افضل من انه يكون مليان نصوص، فنقدر نستخدمها مثلا نكتب نص هنا ونص في، يعني اعطاك شكل نقدر نستخدموه كله متكامل مع بعضه. نقدر نكتب فيه اي بيانات، اي ممكن تكون وظائف متوفره في شركه او هيك. الخيار اللي بعد اللي هو تشارت او المخططات، غالبا يستخدم امتى حابين نعرضه في شركه مثلا برزنتيشن او عرض مرئي حول ارباح وخسائر وعدد مبيعات وغيرها، نقدر نستخدم التشارتس هذم وبالاشكال اللي احنا نبغاهم. يعني الباي تشارت المشهوره جدا اللي هي زي الفطيره او الكولومن او اللاينز اللي هم مختصين بشكل كبير في الحاجات الماليه او غيرها. بالنسبه للخيار اللي بعده اللي هو الجيت اد انز، اللي هو هذا حاجات لها علاقه زي البلجنز او الاضافات اللي احنا نستخدمها، يعني اشياء مش متوفره في الباوربوينت لكن احنا حابينها، فنقدر نشوف وش اصلا متوفر واحنا نختاره منها. فهي محتاج انك تكون رابط بالنت، حيعطيك الاشياء اللي مش موجوده في الباوربوينت لكن انت حاب تضيفها تقدر تختار منها حاب تضيفها. يعني حاجات ممكن تكون مفيده هلبا، اشكال زايده، تمبلتس او قوالب جاهزه، في بعض منها يكون مجاني وربما تلقى حاجات مدفوعه او غير مدفوعه، يعني مفروض تدفع لها. في ماي اد انز حتلقى الاشياء اللي انت استخدمتها او شريتها او نزلتها. بالنسبه للخيارين اللي بعدهم اما لينك ان اكشنز حنشرحهم في وقت ثاني. عندنا بعدها كومنت اللي هو نضيفه كومنت او ملاحظه.
فصل البرزنتيشن. هذا مش حيكون مرئي للاشخاص، غالبا الاشخاص اللي حيتفرجوا على البرزنتيشن، لكن مرئي ليك انت والعارضين الثانيين، حتقدروا ترجعوا لهم في اي لحظه ثانيه، يعني حاجه شبيهه بالنوتس خلينا نقوله او الملاحظات. بالنسبه للي بعده هو تكست بوكس، صندوق نص شهير جدا، يعطيك صندوق نص حتى تكتب فيه اشياء. اما بالنسبه للشيء اللي بعد اللي هو الهيدر اند فوتر، شبيه بالتكست لكن عباره عن عناوين واشياء موجوده في الاسفل. بالنسبه للوورد ارت هي نفس التكست بوكس، ولكن تكست بوكس جاي بالستايل بتاعه او بالتعديل بالالوان والحجم الخاص به من البدايه. بالنسبه للخيار اللي بعد اللي هو الديت اند تايم، نضيف التاريخ والوقت. اللي بعد سلايد نمبر، ان نرقبوا السلايدات او البيجز. وفي اللي بعد اوبجكت، اسف عليك شويه. بالنسبه لاوبجكت هو ان نضيفه حاجات ممكن مش متوفره في الباوربوينت. بالنسبه لايكويجنز، ان احنا ممكن عندنا معادله معينه حابين نكتبها، ممكن نعطي في برزنتيشن في جامعه عليها علاقه بالفيزياء، نقدر نكتب المعادله في مثلا في تكست بوكس عادي، لكن في مثلا زي علامات ممكن مش موجوده في، ما نقدرش ننشئها من الكيبورد، او حتى ننشئها حتكون باختصار طويل، مثلا الت 0 1 2 والى اخره، زي مثلا الرموز الرياضيه او الفيزيائيه هذه اللي في المعادلات. فبس انا نقدر نختار اي معادله من المعادلات اللي انا حاب نكتبها، او نقدر ندير انسرت نيو ايكويشن، نقدر نختار اي علامه من العلامات الموجوده، اي رمز رياضي، في فراكشن، في سكريبت، في راديكال هو الجذور، الانتجرال اللي هو مثلا التفاضل والتكامل وغيرهم. فهذا اللي حابين نضيفه اكويجن او معادله للعرض المرئي او البرزنتيشن الخاص بنا. اما بالنسبه لسامبل اللي هو يقول لك مثلا تضيف العلامات اللي مش موجوده في الكيبورد، اللي هم هادو حروف ممكن مش موجوده في الكيبورد باسلوب معين، او رموز ارقام مش موجوده في الكيبورد بالشكل اللي انت حابه، تقدر تضيفهم من الخيار هذا. اما بالنسبه للخيارات الثلاثه اللي بعدهم فهم مجليات وواضحات، عندنا فيديو اذا نبغى نضيفه فيديو سواء من الانترنت عبر لينك اللي هو اونلاين فيديو، او فيديو من الجهاز حيفتح لنا الاكسبلورر العادي حتى نختاره فيديو. بالنسبه اللي بعده اوديو بنفس الاسلوب، ولكن للمختلف انه مش اوديو من الانترنت، يعني يا اما اوديو او صوت تسجيل صوتي او اغنيه مثلا على سبيل المثال من الجهاز نفسه، او ان نسجله حاليا تسجيل. اما اخر خيار موجود فهو سكرين ريكوردينج او تسجيل شاشه، يقول لك ضيف تسجيل شاشه او ممكن تسجل شاشه، خلينا نشوفه اكثر. يعني يقول لك انسرت سكرين ريكوردينج، ريكورد يور كمبيوتر سكرين اند ريليتد اوديو بيفور انسرتينج ذا ريكوردينج اونتو يور سال اونتو يور سلايد. يعني نقدر نسجل الشاشه الخاصه بنا من خلال يعني احنا مثلا حابين نديروا صفحه معينه فصل برزنتيشن، فها حاجات انا كيف استخدمها، او كيف تفتح برنامج، او كيف ممكن نديروا معادله معينه في النظام الخاص بنا في الشركه، او هيك فصل البرزنتيشن نفسه، فنقدر نسجله باوديو معين ونضيفه فصل البرزنتيشن، او هو فعليا بمجرد ما ندير انهاء الريكورد هنا من خلال الزر هذا هو حيوقف ريكوردينج، وحنلقاه موجود في البرزنتيشن في الصفحه اللي انا كنت فتحها ودرت بعدها سكرين ريكوردينج. ان شاء الله تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بالدرس هذا، وكان بسيط وممتع بالنسبه لكم. نقدر نقول ان الفيديو هذا تم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا منه. نتلاقوا في الدرس القادم، والسلام عليكم.